بالنسبة لمباراة السوبر أتوقع فوز العميد وبنتيجة 2-0. والحين احنا رايحين للمحللين وضيوفنا الكرام للاستفسار منهم عن توقعاتهم لهذه المباراة المصيرية. محمد الصالح، طبعا انت لا ناقة ولا جمل في السوبر، ليش والله؟ عرباوي ويعني امورك طيبة ان شاء الله. شو توقع بالنسبة لمباراة السوبر بين العميد و انت شو توقعت والله؟ انا توقعت العميد صراحة كم؟ يواصل مسيرته ويفوز 2-0. والله لا، انا اتوقع عكس توقعات، اتوقع القصي يفوز. كم؟ 2-1. 2-1. هلا بالخميس. هلا والله. شلونك؟ مباراة السوبر. شوف، مباراة السوبر مباراة صعبة، يعني ما حد يقدر يتوقع نتيجتها، خاصة ان الفريقين متعودين على بعض، لكن اتوقع والله اعلم ان القادسية 2-1. هذا تمني ولا توقع؟ لا توقع. ورضوان اليوم ماخذ الدور كله. اي، وتركيا تسلم عليك. الله يسلمك. تركيا اوكي. توقعك مباراة السوبر. والله شوف، اذا بنتكلم عن التوقعات ونحط حسبة بسيطة كذي، اذا كانت المباراة باستاد جابر فالنتيجة 1-0 حق العميد. العميد 1-0. إيه، بس في نقطة لما اللي قلت لأن المباراة باستاد جابر. السوبر قادسية بإذن الله. كم؟ 3-1. 3-1. نعم. مو شايفها شايدة شوي؟ لا، 3-1 نتيجة كبيرة. والحين وصلنا إلى قائد العميد. شنو توقعك لمباراة السوبر وأنت أدرى بكل الأمور؟ هلا ابو روضان. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، صعب توقع الكويت والقادسيه، دائما مبارياتهم مباريات كبيره، تتكلم على افضل لاعبين محليين، افضل لاعبين محترفين، ما في شيء، تتكلم على مجلس اداره، جهاز اداري، جهاز فني، جماهير، دعم كبير مطلق لهذا الفريقين. صعب التوقع، لكن اتمنى فوز الكويت واكون منصف. قادسيه اعدادها الموسم غير اعداد الموسم السابق، وهذا يعني شيء يحسب للقادسيه. النتيجه كم؟ اتمنى الكويت، واتوقع 2-1 الكويت. 2-1 الكويت. الله يوفقكم. الله يجزاك خير.